فرحة حلوة، لعيبة فرحانة، الفوز بيبقى حلو، الانتصار بيبقى طعمه جميل، والزمالك استحق هذا الانتصار. خد بالك واحد زي سيف الجزيري تعرض لظرف قد كان ممكن يخليه عنده مشاكل كثيرة مع نادي الزمالك. نادي الزمالك في لحظة من اللحظات فكر في بيع سيف الجزيري. سيف الجزيري قبل مباراة الأهلي في الدوري اللي خلص 2-2 في ليرة استبعده من المباراة عشان جه من السفر متأخر، وكان ممكن يعمل أزمة ويعمل مشكلة، بس هو لاعب هادي وشايف حالة الالتفاف اللي فيها الزمالك بالكامل، إدارة وجهاز فني ولاعبين، فقرر إنه يبقى هادي واستنى الفرصة. ولما استنى الفرصة ظهر نسخة لسيف الجزيري لم تظهر من قبل مع كل الفرق اللي لعب فيها في الدوري المصري أو حتى مع المنتخب التونسي. نسخة مثالية، نسخة رائعة، نسخة أفضل مهاجم في الدوري المصري بأداء مميز ورائع جدا، سواء بتسجيل الأهداف أو بالاشتراك بالمساهمة في الأهداف. ده مثلا سيف الجزيري. حازم إمام واحد من كباتن نادي الزمالك ما بيشاركش كتير دون أي أزمات، شيكابالا نفسه دون أي أزمات، حمزة المسلوسي اللي كان ناس كتيرة بتقول لا يستحق تيشيرت نادي الزمالك خلاه فيريرا واحد من أهم لاعبي نادي الزمالك، وده الفيصل فيه المدير الفني اللي يطلع اللاعبين في أفضل حال. حسام عبد المجيد اللي كان في كاس الرابطة الناس بتشكك فيه وبتقول ناشئين الزمالك وناشئين الزمالك مش مؤهلين ومش جيدين، يجي حسام عبد المجيد ومعاه يوسف أسامة نبيه ومعاه سيد نيمار ومعاه سيف جعفر ومعاه باقي الشباب المميزين جدا عشان يقولوا الزمالك عنده شباب رائعين يقدر يعتمد عليهم في الموسم اللي جاي. بما اننا نتحدث عن شباب نادي الزمالك، نتحدث عن الاسماء المؤثره اللي عملت اداء رائع وكانوا فيصل في فوز الزمالك بالدوري هذا الموسم. معانا عبر الهاتف الموهبه الكبيره اللي كان مؤثر جدا وكان موجود في تشكيله الزمالك الاساسيه، حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك الشاب. كابتن حسام صباح الخير ومليون مبروك الفوز بالدوري. صباح النور يا كابتن، الله يبارك فيك. الاداء كان رائع، الاداء كان رائع، ادائك انت شخصيا كان رائع في كل المباريات اللي شاركت فيها، وكان اداء فوق التوقعات كمان. ربنا يخليك يا كابتن. الحمد لله، والله انا بشكر ربنا وبشكر الجماهير اللي وقفت معايا وسندتني، بشكر الجهاز الفني طبعا، بروفيسور طبعا وقف جنبي ودعمني كتير وخلاني ظهرت بالشكل ده الحمد لله، واشتغلنا وتعبنا وقدرنا نوصل للمكانه دي. طيب انا السؤال اللي جاي ده بقى هو سؤال نفسي بحت. انت راجل لاعب شاب بتطلع الفريق الاول، بتلعب مع الفريق الاول في اصعب ظروف ممكنه، احكي لي كده احساس اول مباراه في الظروف الصعبه دي، عشان انت كنت شاركت في كاس الرابطه بس في الدوري في الظروف الصعبه دي اكيد كان عندك الف حسبه وانت قلقان وبتلعب مع لاعبين كبار وفي ظروف صعبه. والله يا كابتن الواحد كان متعود على الموضوع ده من كاس الرابطه، انت في الناشئين نادي الزمالك حتى بيبقى عليك ضغوطات انك لازم تكسب ولازم وراك انت عشان تطلع الدرجه الاولى لازم تبقى محقق نتائج كويسه ولازم تظهر بشكل كويس عشان تروح المنتخب، فطول يعني احنا في نادي الزمالك دايما متعودين على الكلام دوت وعلى الضغوطات ديت. اه طبعا في فرق ما بين ناشئين وما بتلعب في الدرجه الاولى والضغوطات بتاعت الماتشات بتاعت الفريق الاول غير، بس طول ما انت متعود على الاجواء ديت فالاجواء دي بالنسبه لك عادي يعني. صحيح. والحمد لله يعني الواحد ما بيبصش لاي سوشيال ميديا ولا اي حاجه، بيتمرن وبيشتغل بس. صحيح. فيريرا كان بيقول لك ايه؟ يعني الدعم بتاع فيريرا كان ازاي؟ ازاي يخليك تنزل واثق من نفسك وقادر تبقى ثابت ورجلك واقفه على الارض؟ هو بيقول لي انسى اي حاجه، اول ما اتكلم معاه قال لي انسى اي حاجه حصلت الاول، ابدا مع نفسك صفحه جديده وابتدي اكن لسه اول موسم. انا بثق فيك جدا، حتى لما توقفت في ماتش المقاصه ورجعت تاني قال لي انا بثق فيك جدا وانا عشان كده هلاعبك وهديك تاني ولسه هديك، لانك وقفت جنب الفرقه وقفت جنب الجمهور، والجمهور الصراحه ما قصرش معايا وفضل واقف وسند ليا، وهو الصراحه البروفيسور دايما كان واقف في ظهري دايما يعني. صحيح. في لاعبين كبار اكيد خدوا بايدك، مين من ابرز اللاعبين الكبار اللي خدوا بايدك وكانوا بيساندوك ويدعموك؟ اكيد اكيد كابتن عفشافي قدوتنا كلنا طبعا. صح. حدود الكره المصريه عامه يعني 100%. اكتر واحد كان واقف في ظهري كابتن محمد عبد الغني، كابتن شيكابالا، الونش، كل الناس دي وقفت جنبي، كابتن محمود علاء، وبالذات كابتن عبد الشافي وكابتن شيكابالا وعبد الغني طبعا. صحيح. وكابتن حازم امام وكابتن اوباما، مش عايز انسى اي حد، لان الصراحه كل دول وقفوا في ظهري الصراحه. من العلامات البارزة للزمالك الموسم ده او النص الثاني من الموسم مع فريرة هي الكرات الثابتة، وانت كنت من نجوم الكرات الثابتة دي بالتسجيل، وعندك دايما ارتقاء عظيم جدا واهداف عظيمة جدا. ايه اللي كان بيحصل في التدريب؟ يعني واضح جدا ان انت اشتغلت بشكل فردي وشكل جماعي على انك تبقى موجود في الكرات الثابتة دي وتسجل بطريقة كبيرة جدا.
والله كان بيتحط لنا تمرين وكل حاجه بتتحط لنا، واحنا اهم حاجه ان احنا ننفذ، وكنا بننفذ. مستر روي، مستر فريرا، دانيال بيحط لنا التمرين واحنا هم عايزين ننفذ الحاجه. هم كانوا صح في الاخر، في الاخر الناتج كله ان احنا قدرنا نسجل من الضربات الثابته، وقدرنا نمنع من الضربات الثابته اللي علينا ان احنا يجي فينا جول منها. صحيح، بشكل رائع جدا. قول لي بقى حكايه متيب ايه؟ دي مديل دي كان كابتن شيكا وفرجاني ساسي كان مطلعني عليها اول ما طلعت الدرجه الاولى. فطلعوا لك متيب. انت بقى بتحب متيب ولا ما بتحبوش؟ لا طبعا كابتن شيكا بيقول اي حاجه يطلعها لازم احبها اكيد. طيب انت مين بقى اصلا مدافع مثل اعلى ليك، مدافع عالمي ومحلي؟ في عالمي طبعا سيرجيو راموس. واسمه ده، ومحلي طبعا ما حدش هيختلف عليه طبعا الونش. بالتاكيد الونش عمل كمان موسم رهيب. الونش كمان طبعا الونش وعبغاني طبعا. عبغاني كورته عاليه جدا، بس انا حسيت ان وانت بتلعب مع الونش انت عندك نفس الروح ونفس القوه ونفس اجريسيف، وانت بتلعب زي الونش بالظبط. وونش بيلعب بقلبه قبل ما بيلعب برجله. اكيد اكيد، لما بتلعب جنب واحد بينقل لك الفكره، واحد زي الونش زي شيكابالا زي الناس ديت بتنقل لك كل الروح اللي جواها ليك انت. صحيح، بتشوفهم بيغيرين اكبر منه وغيرين على التيشيرت وما بتخليش في الملعب. لازم انت تعمل نفس الكلام ده. صحيح، لازم ما عملتش الكلام ده مش هيبقى عندك دم يعني. صحيح. بمناسبه بقى عندك دم، انت وانت خارج النهارده مطرود من المباراه شايفك زعلان ومتاثر جدا، لدرجه وانا بتفرج على المباراه عمال اقول لك خلاص يا اخي ما انت كسبت الدوري. خلاص يا سيدي، ده مش مباراه حاسمه، انت كده كسبت الدوري. ليه النهارده كنت زعلان ومتاثر جدا؟ ما ينفعش تسيب الفرقه في وقت زي دوت يكونوا طبعا احنا مرهقين الماتشات دايما طبعا، ما ينفعش تسيبهم في الوقت دوت واطلع ونلعب ناقصين واحد. وانا اخطات اكيد طبعا، وانا بتاسف للجمهور ان احنا ما قدرناش نفرحهم لما جم بعدد كبير دوت كسبنا. فلازم نديهم الفوز ده كمان النهارده، يعني بندي لهم درع الدوري النهارده وبتديهم درع الدوري ومش مفرحهم اكيد. لما كانت هتبقى الفوز لما كانت هتبقى الفوز كانت هتبقى احسن بكتير اكيد، بس اكيد بالنسبه لهم البطوله اهم. كابتن حسام عبد المجيد، انا بهنيك على الدوري وبهنيك على ادائك، احنا فرحانين بيك جدا عشان انت مكسب حقيقي للكره المصريه، وان شاء الله نشوفك في المنتخب قريب. انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفت ونورت.